اثنان عندنا قياس 185 وقيس الوسط كذلك 185. هنا عندي 108 هم 185. هاي صار عندي ثابت 185. اجي المن اجي للعرض اقيس الفوق 80.5 كذلك 80.5 هنا الوسط الاخير العفو 85.5. هذا هو قياس الباب ينضاف بالسجل يسجل قلنا بالكوي تشرشوبه تزيد نص سنتيم على مود الكوي يرجع عندي 85 ب80.5 الزيت نفس بالسجل اللي هو 85 185 و80.5 النقص 6 سنتيم ونقص التشرشوبه ونقص الزيت ونكويهن نوع الحشوه والماسكه والكيلون واليد وهسه التثبيت. السلام عليكم، اليوم عندنا فصل هذا الباب، طبعا اخذنا قياس الحائط نقيس الارتفاع هذا قسته طلع عندي 185 هذا الضلع هم قيسه طلع عندي 185 هاي مسجله وهم للتاكيد اقيس الوسط لان اكو اغلبيه الحمامات مخلين تسليطي وهنا عندي العرض الشقيس اقيس الجوي 80.5 طلع عندي وقيس الفوق كذلك 80.5 وقيس الوسط همين 80.5 أسجل بالسجل 185 للارتفاع والعرض 80.5 طبعا الفصال الشرشوبة اللي هو أل مال البي بي سي أزيد هنا عندي نص سنتيم أصير 185.5 وهنا من راح أزيد نص سنتيم راح أصير عندي 81. ليش أزيد؟ هذه من أزيدها راح تموع عندي بالكوي، الكوي من يلتصق المقطع البي بي سي بالكاوية يموع نص سنتيم فلازم أعوضه حتى يرجع عندي القياس ستاندر وش ما طلع قياس السيراميك مضبوط شمال باب يصير عندي يقعد محبس كبس. هذه أنا هنا مأشرها هذا نظام عملني من أنا أخذ رندة ليش يعني عندي هنا تقريبا 80 فأنا أفصل 80.5 وهذه الرندة من أخذها نص سنتيم ما راح تأثر عندي حتى على مود الداقور يجي عندي قطعة واحدة. طبعا أعتذر من عندكم المحل وهسه شوية خبصة لأن حولت من ذاك المحل القديم اجيت هذا المحل شوية أكبر أوسع فهسه راح نبلش إن شاء الله بالباب. طبعا هاي اجينا نأشر الشرشوبة على القياس 185.5 الدفتر عندنا يريد 185 قلنا النص مالت الكوي هي هاي الشرشوبة. فصل الزيت الصغيرة فصل الألمات الباب